فلنتاكد من تلك. سوف نرسل الشاحنه رقم اربعه الى تلك المهمه وهي تقريبا جاهزه للانطلاق. بعد الانتهاء من سلسله التخطيط المطلوبه في ان اف بي اي 472 تصبحون جاهزين للتصرف عند وقوع حادث من هذا النوع. لدينا هنا حاله طارئه ونحن بحاجه الى المساعده في اسرع وقت الخطوه الاولى هي تحديد كيفيه التحكم بالموقع وتطبيق نظام الاداره التابع لقسمك وهذا سيحد من كثافه الدخول الى المنطقه ويحسن من فعاليه الموارد في هذا البرنامج ستتعلمون بشان تحديد التحكم بالموقع انشاء مواقع التحكم اخذ الاحتياطات اللازمه تحديد اماكن ازاله التلوث وتقنيه التطهير الطارئه كما نشر تعليمات الامان ونظام اداره الحادث احدى افضل الطرق للحد من الاصابات ولتفادي تعقيد الوضع الراهن هي انشاء مناطق للتحكم هذا سيبعد الاشخاص الغير مؤهلين عن الخطر ويساعد على تعريف الزملاء في طاقم العمل. بعض التقنيات المعتمدة لابعاد العامة عن منطقة التحكم هي أولاً مد الشرائط الفاصلة، ثانياً إنشاء الحواجز على الطرقات ويجب أن تمد الشرطة يد العون لمنع الوصول إلى المنطقة. يجب توجيه أسئلة الإعلاميين إلى مكتب المعلومات العامة. إلا أن بعض الحالات قد تستلزم أسلوباً أكثر دقة في التعاطي. في حال وقوع حادث سياره يجب توزيع افراد الطاقم على نقاط الدخول المعتمده لمنع الاقتراب ان كان هذا ممكنا فليقم عضو من الطاقم بالقيام بدوره كامله حول المكان لتحديد تلك المواقع عند القيام بالجوله يجب على افراد الطاقم الابتعاد عن اماكن الخطر او وضع معدات الحمايه الخاصه عند وقوع حادث نقل يجب حجب او اعاده توجيه السيارات للحد من تعرضها للخطر يفضل التنسيق مع قوى حفظ الامن للمشاركه في هذه المسؤوليه ان كان الاجلاء ضروريا يمكنهم المساعده عبر التواصل مع السكان المحيطين ومراكز العمل التحكم بالموقع خطوه هامه جدا خاصه عند محاوله الحد من التعرض للمخاطر وتقليص احتمالات اصابه الافراد والمحيط ما ان يتمكن الفريق من التحكم بالموقع يجب تحديد اماكن للعمل توجد ثلاثه انواع من المناطق المعتمده في مثل هذه الحالات المنطقه الساخنه هو الموقع المحيط مباشره بالحادث والذي يحتاج المرء الى وضع معدات الامان للوصول اليه عاده التقنيون في مواقع الحوادث هم الوحيدون الذين يسمح لهم بالاقتراب من هذه المواقع اذ انهم مدربون خصيصا لاعمال المراقبه والمعاينه واتخاذ القرارات افراد الطاقم المخولون العمل مباشره والمزودون بمعدات الامان والمراقبه الخاصه يسمح لهم بدخول المنطقه الساخنه للقيام باجراءات وقائيه حجم المنطقه الساخنه يعتمد على نوع وخطوره المواد المتسربه كتيب تعليمات الطوارئ عادة ما يحدد محيطاً بطول 100 متر للمواد غير المعروفة، إلا أنه إذا حدث وإن تشكلت غيمة من الدخان أو بركة من السائل المتسرب، عندها يتم توسيع محيط المنطقة الساخنة تذكر ان التقديرات المحدده عاده ما يقوم بها الافراد التقنيون في الطاقم الذين يملكون معدات مراقبه متطوره وبرامج تعمل عبر الكمبيوتر المنطقه الدافئه تكون حيث تقام مراكز ازاله التلوث يستلزم الدخول الى المنطقه الدافئه بعض معدات الامان غالبا ما يتمركز تقنيو فريق الحوادث المختصون في ازاله التلوث ومعاينه المنطقه في مراكز مرتفعه من المنطقه الدافئه يمكن ان تستخدم هذه المنطقه ايضا لترتيب معدات الطواقم على المستوى التقني يجب ايضا موضعه المعدات في منطقه مرتفعه من مكان او موقع التسرب المنطقه الابعد عن موقع التسرب هي المنطقه البارده وهنا تتم عمليات التحكم والدعم بالاضافه الى العمليات الطبيه لا يستلزم الدخول الى المنطقه البارده وضع معدات الامان الا ان تفقد الهواء المحيط يساعد على معرفه ما اذا كانت امنه يجب وضع مراقب على حدود كل منطقة للتأكد من أن لا يدخلها سوى الأفراد المؤهلين حسب نظام معالجة الحوادث. تذكروا أن حجم ومحيط مناطق التحكم تعتمد على المواد المتوفرة وموارد الفريق وكيفية استخدامها. احدى القرارات الصعبه في موقع حادث تسرب هو ما اذا كان من الضروري اجلاء المنطقه او نشر التعليمات بالاحتماء داخل المنازل غالبا ما يكون الاجلاء ضروريا عند حدوث انفجار او اهتزاز عنيف وهذا ينطبق ايضا على المناطق المحيطه او المحاذيه للمنطقه الساخنه ولكن القرار يكون اكثر صعوبه في الحالات الاخرى عند التعامل مع تسرب هوائي مجهول في مثل هذه الحالات يجب اخذ القرارات عبر الاستعانه بعده انواع من المعدات التقنيه يجب القيام بعمليه اختبار للهواء بين الحين والاخر للتاكد ما اذا كانت المواد المتسربه خطره إذا تبين عبر معدات الاختبار أن المواد المتسربة في الهواء تشكل خطرًا، تستخدم بعض الأقسام برامج تدعى كيميو لتحديد ماهيتها واتجاهها. كيميو هو نظام يقوم بتفكيك وقولبة الأبخرة المتسربة، والذي يساعد على تحديد أثر الأبخرة السامة في مناطق محددة محيطة بموقع الحادث. يتضمن برنامج كيميو مكتبة كيميائية ومكتبة عمل وبرنامج تخطيط إلكتروني. يقوم كيميو ايضا باحتساب اتجاه الرياح وسرعتها بالاضافه الى عوامل بيئيه اخرى لرسم مخطط يحاكي غيمه التسرب ويقوم بتركيبها فوق خريطه للمنطقه سيتمكن الفريق العامل من تحديد المناطق الواقعه تحت التاثير كما حجم ومحيط المنطقه المتاثره اذا كان يتم التعامل مع ماده معروفه لا تتسبب باثار خطره يمكن اعلام الناس المعنيين بالبقاء حيثما هم وهذا يعرف بالوقايه الملازمه اذا طلب من الناس ان يبقوا في اماكنهم يجب تحديد عده اجراءات وقائيه لاخذ الحيطه يجب الدخول مباشره الى المنزل اغلاق كافه النوافذ والابواب إطفاء جميع أجهزة التبريد والتسخين. وضع المناشف الرطبة على قواعد الأبواب الخارجية. والاستماع إلى الراديو بانتظار المزيد من الإرشادات. إذا كان السكان المعنيين داخل سياراتهم يجب نصحهم بمغادرة الموقع وإغلاق النوافذ والمنافذ الهوائية. في الحالات التي يثبت فيها ان المواد المتسربه على درجه منخفضه او متوسطه من الخطوره ولا تهدد بالانفجار البقاء في الاماكن المغلقه هو الحل الامثل اذا كان الاجلاء ضروريا يجب توجيه السيارات الى المخارج المحدده مسبقا يمكن ان يكون التواصل مع العامه تحديا كبيرا التنسيق مع وكالات حفظ الأمن وإدارة الأزمات المحلية سيساعد السكان على تحديد الخطوات التي عليهم اتخاذها والمدة التي يجب التقيد بها. التواصل المستمر ضروري للتخفيف من حدة الخوف والمحافظة على أكبر قدر ممكن من الوقاية. إختيار أماكن التطهير يجب ان يتم بالتعاون مع اختصاصي في الحوادث وافراد من الطاقم على المستوى التقني غالبا ما تقع مناطق ازاله التلوث داخل المنطقه الدافئه وتعلو عن موقع التسرب يمكن ان تتم عمليه ازاله التلوث خارج المنطقه الدافئه في موقع يناسب الطواقم الطبيه بحيث تستطيع التعامل مع اعداد كبيره من الضحايا قبل البدء بعمليه التطهير تاكدوا من ان المنطقه مناسبه لوضع المعدات كما انه يجب التاكد من ان الموقع يسهل الخروج منه بحيث تتمكن الطواقم الطبيه من نقل الضحايا خارج المنطقه اذا كان المريض في حاله حرجه يمكن ان يستلزم عمليه تطهير طارئه لا تقلق، اهدأ، تعال وقف هنا، ابقَ هنا هادئا، لا تخف، سنساعدك. أحد أبسط وأكثر الوسائل شيوعاً لعملية التطهير هو نزع ملابس المصاب عنه، واستخدام خرطوم مياه لغسله. قد تستلزم بعض المواد الكيميائية الأخرى الغسل بالصابون والمياه للقيام بتطهير المصاب. بعض المواد لا تستلزم اكثر من تعريض المصاب للهواء النقي للتخلص من اثارها السامه ولكن استخدام الخرطوم المنزلي هو الاسلوب المعتمد استدر جيد جيد جدا قمت بعمل رائع هل يجب استخدام المياه لمساعده المصاب درجه الخطر على حياته ستكون العامل الاهم في تحديد قرارك بهذا الشان إذا لم يكن هناك متسع من الوقت للتحكم بالمصاب، يجب إبعاده عن المصافي والمصادر المائية. إذا تسنى وقت لإجراء عملية التطهير، يجب استخدام بركة السباحة البلاستيكية، أو الغطاء البلاستيكي الموضوع بين سلمين لالتقاط المياه الملوثة. عند غسل المصاب، يجب أن تبقى المياه جارية عليه لوقت أقله 20 دقيقة. بعض المواد المتاكله قد تستلزم وقتا اطول لكي تزول عن جلد المصاب كتاب التعامل مع المواد الخطره سيعرف ايضا الى العناوين الرئيسيه لعمليات التطهير الطارئه NFPA 472 على مستوى العمليات يستلزم درايه تامه بمكونات الارشاد الامني كجزء من عمليه التدريب فريق الاحتياط جاهز فريق التدخل جاهز كل شيء جاهز يمكنك البدء من الواضح اننا شاهدنا شخصان يدخلان غرفه الضغط وقد فر احدهما سيقوم ضابط الامن وقائد الحوادث باعلام افراد الطاقم العاملين على مستوى العمليات بمسؤولياتهم والاهم من ذلك بحدودهم سيتضمن الموجز المخاطر المعروفة والإجراءات المتبعة بالإضافة إلى تفاصيل عن الحادث المعني. إذا كان الوضع يتعلق بالجريمة أو بالإرهاب، قد يتم إعلام العاملين بمشاركة المنظمات الأخرى والأهداف المرجوة من حفظ الأدلة. تواصلوا في كل ما تشاهدونه، أريد منكم أن تلتقطوا الصور. بالرغم من أن الرغبة في المشاركة الفورية في عملية الإنقاذ ستكون قوية. ينصح بحضور الموجز التثقيفي اولا لان هذا سيقلص نسبه الخطر على المنقذ والضحيه في آن. عند الاستجابه لحادث ما يكون المرء جزءا من فريق منظم يعمل تحت نظام معالجه الحوادث او NMA. هيكلية القيادة للحادث ضرورية عند التعامل مع حوادث المواد الخطرة لأسباب عدة، فهي تضع قواعد مشتركة وتعتمد أسلوب تنظيم مركزي يتكيف مع احتياجات الحادث. وهو يحدد بين العاملين من مختلف الوكالات ويحدد مركزا للقيادة، كما أنه يعزز الخطط المعتمدة ويضع خطة تحكم مناسبة ويحدد مراكز المعالجة مسبقا ويؤسس إدارة للاستجابة الفعالة. ومن داخل نظام التحكم بالمعلومات يمكننا تحديد خمسة فروع إضافية: القيادة، وهي المسؤولة عن الإدارة العامة للحالة الطارئة، العمليات، وهي تتعامل مع الجهود الرامية لتقليص المخاطر، التخطيط، والذي يعتمد على جمع المعلومات واتخاذ الخطوات، واللوجستيات. وهي المسؤوله عن كافه عمليات الدعم ومن بينها الوحدات الطبيه والاداره الماليه التي توثق ساعات العمل والعقود بصفتك مشاركا على مستوى العمليات سيكون دورك على الارجح تحت امره هيكليه القياده المركزيه وعلى راس هيكليه الاداره المركزيه يوجد قائد الحوادث وضابط الامن يعمل رئيس قسم العمليات تحت اداره قائد الحوادث وهو مسؤول عن عمليات تخفيف التوتر يطبق مشرف الحوادث الخطره خطه العمل ويدير نشاطات العاملين بشكل عام كما ان المشرف على الحادث يعمل مباشره مع ضابط الامن للتاكد من ان كافه الاجراءات المتبعه تدخل ضمن القوانين الاداريه كما ان المشرف على مجموعه العمل يستعين بضابط الموارد لجمع المعلومات عن المواد الموجوده في الموقع تحت امره مشرف المجموعه نجد قائد فريق الدخول وقائد عمليه التطهير والقائد المشرف على الدخول الى الموقع يدير كل قائد مجموعه مختاره من افراد الفريق في ادوارهم المحدده لاكمال مهماتهم إن قائد الحوادث مسؤول أيضا عن الإشراف على ضابط الإمدادات والذي ينسق كافة عمليات الدعم والوحدة الطبية. لدينا شخصان عالقان تحت في الأسفل يمكنك الاستعانة بالجهاز الطبي متى شئت لذلك ابقى على تواصل معنا في كل لحظة اعتمادا على درجة تأهلك ومعطيات الحادث سيتم إدخالك إلى نظام إدارة الحادث لاستخدام الموارد الضرورية للتخفيف من الأضرار. تستخدم بعض الإدارات اسما مركبا لتعداد أهدافهم العامة عند التعامل مع حوادث المواد الخطرة. مثلا، تأ، ألف تاء تاء تاء. وإذا قمنا بتعريفها نحصل على تاء تحديد وجود المواد الخطرة. تاء تقدير الضرر المحتمل. ألف اختيار خطة عمل تاء تعريف الخطوات تاء تقديم أفضل ما يمكن وتاء تقدير النتائج إذا كانت وحدتك هي أول الواصلين إلى الموقع قد تحتاج للمساعدة في تحديد موقع قيادة ابحث عن مكان مرتفع عن موقع الحادث ويجب أن يبعد كذلك عن الضجة والجلبة المحيطة بالمكان يستلزم برنامج NFPA 472 الجهوزية التامة للإشتراك في نظام إدارة المعلومات والمساعدة على تحديد موقع قيادة. استيعاب مسؤوليات وحدود استجابتك كما يحددها لك قسمك المسؤول من قبل نظام إدارة المعلومات هو جزء رئيسي من التعامل مع حادث خطر. في هذا البرنامج تعلمنا عن تحديد التحكم بالموقع انشاء مواقع الاداره اخذ الاحتياطات اللازمه تحديد اماكن ازاله التلوث وتقنيات التطهير الطارئه كما نشر تعليمات الامان ونظام اداره الحادث. كل حادث من هذا النوع يختلف عن غيره، ولكن دور المستجيب يتم تحديده من قبل المعايير المعتمده للمشاركين في حوادث المواد الخطره. والقواعد المحدده من قبل اداره المعلومات في قسمك لتنفيذ الخطه الموضوعه يجب استيعاب عناصر الاستجابه بشكل كامل وهذا لدعم العمليه بشكل فعال درايه المرء بدوره وحدوده لا تضمن سلامته وحسب بل سلامه الناس الذين يعمل لاجلهم